امبارح كنا قعدنا معاه علشان نقول له ونشوف ازاي ننقل تجربة مصر في فيروس سي، علاج فيروس سي. واحنا عارفين ان الامراض المعدية مش بس فيروس سي في افريقيا، فيروس سي والايدز والملاريا وكثير من الامراض. التجربة اللي احنا عايزين ننقلها مش بس عايزين نعالج من فيروس سي، ولكن نقول للشعوب الافريقية لما يكون عندك مشكلة مرض معدي ازاي ممكن تحشد المصادر بتاعتك المالية او القوى البشرية، وازاي تحط خطة وتعمل بقواعد بيانات، وازاي تقدر تحلل القواعد دي وتطلع بمؤشرات وتعالج الناس. وده له اثر كبير. الجلسة امبارح كان على هامش جلسة كبيرة، وكان عنوانها الاستثمار في الصحة، ويعني حضرها كثير جدا من القادة الأفارقة.